وان شاء الله حصه اليوم تكون خير من حصه تاوت البارح. ايوه خير من حصه البارح. ماتش اليوم معناتها كيفاش تحكم على ماتش كره اليوم؟ هل سيكون تنتظر مردود مخير ان شاء الله اليوم؟ شكون شكون ضد شكون نلعبوا؟ المنتخب التونسي ضد شكون؟ جزر القمور. فوالا مع وقتاش ماتش؟ ان شاء الله ماتش بدا 8 ان شاء الله. فوالا ان شاء الله ربي معانا. اي وحتى التشكيله تولي عندي. تفضل اعطينا التشكيله. حسيلو شو اسمه حنبعل الاساسي. حنبعل الاساسي ان شاء الله. فوالا شو لا بعد غدوة تونس شبيك صار بعد غدوة والله والله دخلت فيه الشك والله شفت اليوم على الفيسبوك هكا واحدة كتنت على المنتخب في بالي اليوم بالي اليوم ان شاء الله ان شاء الله مربوحة بعد غدوة ان شاء الله مربوحة يلا يسيرش اي بالغايب عسلمة اي عسلمة نوفل عسلمة وليد بليل مكران سلموا برشا على العبيد اللي كان حبيت نسلك يظهر لي كما قال جيك أرق الروتريت يظهر لي كاكا الاشتياق والله يا بلال هو ساعة قريب عيد ميلادي معناها أيوة. في أكتوبر معناها إن شاء الله نهار 24 أكتوبر يدور لي أزمة الخمسينيات في بالك ما تلقى لك بعد معناها في توصل أزمة الخمسينيات ولي تحب ترجع كينك عمرك 25 سنة ولي تحب تصهر في البواتات وتحب تتعرف على المال لا لا بعد حالينا البواتات والملاهي الليلية تقاف شركة ما تلقى في البليونية الملاهي الليلية تسهر سهرية محترمة تشرب جزوزة وتروح عليش بلال الديسكو العربي الليلة وينك صار فما صار عليه بليل بليل تو ما يجمكش تعطي صوره خايبه بالعكس والله العظيم تخرج تسهر مع ولدك مع كذا تشرب جازوزه تشرب كذا انا مطران قداش من مره نستدعى نقول له يا مطران فضي روحك باش نمشي انا وياك وليد وسفيان فهمتي ولا نحتفلوا بعيد ميلادك معنا حتى بالعكس ان شاء الله جلسه بريئه ماهو بريئه بريئه عيد ميلادك ليك نهار 24 اكتوبر واحد حر اعمل براءه بينك وبين روحك يلا الشيف ان شاء الله شيف سامي اش نحوالك مرحبا بكم مرحبا بالساده المشاهدين نورتنا شنو عندنا اليوم بلاي ماكله يفهمها وليد باش نشوف اليوم عندنا البيتزا كورون بيتزا شنو كورون شنو البيتزا كورون هذه كورون هذه بيتزا تضرب الكورون مشرجه تحط فيها بريز بالبريز انت تعضل الكره يا ابني اي وعندنا كوكيز عندنا شنو كوكيز ما تعرفوش كوكيز وي نوفل والله تحب تشوف فيا شنو الكوكيز ما كليتش كوكيز وانت صغير؟ اي تاع صغار مش تاع صغار شنو؟ ما كليتش كوكيز وانت كبيرة؟ انا ما كليتش كوكيز انا كوكيز ذكرنا فطور صباح وانت صغير احنا صغير نشربوا في حليب المعيز قالت له كوكيز شنو كوكيز؟ يا نوفل شنو كوكيز؟ ما كذبش عليك كيما الواحد هو كيما اسمه مش غريب عليك مش غريب عليا كيما الفريكاسيه هذاك بامبالوني الاخر تو في الكوبري كيما الكيك ما كليتش حد كعب كوكيز؟ كوكيز؟ لا دارنا ما عادش يدخلوا لي الدار عطاوي اليوم يذوقوا المشكله اليوم مش يذوقوا المشكله يا شافر وليد ماهوش يفادلك راه يحكي بالواقع والله انا نفادلك كوكيز انا قلت علاش ما نبداوش بالاحراج من بدايه الحصه وهي فكره حلوه تحب الحصه تحبوا الاحراج ولا اختيار صعب اختيار صعب يلا مطران خويا مش عندك 10 على 10 ولا تضيع مطران لو عندك طفله ويجيك رشدي بالقاسمي وعزيزوس باش يخطبوها شكون اللي ترفضوا زوز زوز نرفضهم يا زوز كي تبدا تحبوا تعرف علاش شكون ماهيش في ثقافتنا هما عندهم ثقافه اخرى ماهيش في ثقافتنا بكل بساطه هذه بنتك مش انت بنتي ما نقبلش انا ما نقبلش ثقافه اخرى تحب هي تاخذ على روحها تاخذ على روحها اما انا ما نقبلش واذا خذيت على روحها شنو تحضر لها العرس ما نحضرش العرس لا ولا تحضر وانت منرفز نحضر وانا منرفز يا اخي فما اختيارات في العائلات وفما ثقافات ما نجمش انا ما نجمش عندنا ثقافه معينه ما نجمش هما احرار يعملوا اللي يحبوا ومحترم الرقص يا سيدي هو انا لموني على الرقص انطلق الرقص محترم يا سيدي احنا مع رقص محترم بالي كلاسيك شو تلقى فاش تلقى لازم تلقى بالي لازم يشطح بالي باش تعطيه واضح يلا شوفوا 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 شوف وليد بين مجد بالغيث وصادق حلواس شكون يضحكك اكثر جواب واحد لا يا صادق حلواس واضح آية لو يخطبك محمد الخميسي وسمير الوافي شكون تقبل اهلا وسهلا ما صدقش والله ما صدق لا
فكر سؤال صعيب على الاخر الحقيقة صعيب على الاخر على خاطر لو يخطبك محمد على خاطر سؤال صعيب ما قلتلكش شكون ترفض هكا قلتلك شكون تقبل معناتها خليتك صعيب. الإجابة إيجابية ما ندخلش في الديتاي أما سؤال صعيب برشا دونك نعرفش نعرف محمد الخميس دوك شو يقول محمد الخميس سمير لويفي نعرفه عم من بعيد وما محمد الخميس على بويب عرس جمعة جاية دوك سمير تشوف ولا تفزدين عرسه يقول لك سمير طولي لها بطالك بليل شكون اللي كي تلقاه في الراديو تبدل المحطة أمين قارة ولا حاتم بن عمارة تحية سي حاتم بن عمارة حاتم بن عمارة دونك يلا خاطر يمكن السي حاتم ما عندوش هو اهتمامات اخرى هو اسئله الاحراج قوتهم في المصوتيه نتاعهم هذا شنو يستنى فيكم في الجزء الثاني من الحصه قصيده روعه كتبها اليوم وليد نحب نقول لك مطران قصيده ممتعه جدا كتبها وليد الزين الكيران جاو ان شاء الله في القفة الكيران جاو من فرنسا وليد سيستقبلهم بقصيده يلا نمشيو تاع 10 على 10 والله على ذكر الكيران نوفل على ذكر الكيران تو احنا مش بلد مش البلد الوحيد العربي اللي ولا حتى في العالم مش البلد الوحيد اللي ياخذ كيران مستعمله من برا فما بلدان مثلا تبدل الكولور تعمل اجتهاد تحاول تجتهد تبدل الكولور باش تعطي زعما خصوصيه للكار بتاعها انا ما نعرفش علاش في تونس مطران وزاره النقل مش تجتهدش حتى دقيقه يعمل له كولور اخر وحده وخرج من غادي دخله من الكراج تربح يد عامله وتبدل تعطي رونق ليك انت اللون التونسي اللون التونسي المعروف اي لون مثلاً. مش مشكل المهم بدل اعمل مجتهد شويه حتى وردي والله خاطر شفت المغرب نوفي يتبدل اللون اكحل واحمر للاسف احنا نعانيو في صفر اجتهاد تونا نرجعوا نحكيوا هاو الكيران قدامكم تشوفوا فيهم على الشاشه وزير التجاره قال القهوه باش تكون متوفره بكميات كافيه بعد زوج جمعات نحو استبدال 4 مليون فانوس متوهج باخرى مقتصده للطاقه ب 40 مليون دينار برشا كميات الامطار نزلت في ال 24 ساعه الماضيه في تونس لا مش كونتيتي برشا سيدي بوسعيد جومين 5 ملم في بنزرت في ريانا رواد 13 ملم سيدي ثابت 19 البرد في رواد وسيدي ثابت من ريانا نزل معتمش الامطار كي نبهونا بالنسبة اليوم الطقس كان سخون ودرجة الحرارة بين 25 و 39 درجة رجعت سخانة الصيف جاي لليوم إدراج نشطة على منصات التواصل بالتفتيش بشبهة التآمر على أمن الدولة في أسبوع الديوانة تحجز بضائع وأموال مهربة بقيمة تناهز 1.6 مليون دينار قضية بيع الرضيع في القصرين بطاقات إيداع بالسجن ضد 3 أشخاص الأم والوسيط والشارية ونوفل حسب الأخبار أنه فما طرف رابعة ومتو معناه صراح في صراح ولكن في التحقيقات الكل طلعت المتران أنه فما إطار طبي وسيط في اللعبة شوفها معناه ريت شنو يستغلوا في السذاجة متاع الناس فقروا بائز رو ما تبيعش وليد بثلاثة ملايين ما تبيع بعشرة مثلا زايرة مقبل بي تخذت إيه ما شنو معناه هيدي رو ملائكة الرحمة يعني تمكميك ركدي فرملي ولا غادي يسميوكم ملائكة الرحمة انت تفكرها قصة الفرملية اللي بدلت زوز ببيت خاطر المرأة تحب تجيب وليد معناها وكبروا الصغار مصيبة نوفل انه حاميها حرميها تجرى كما هذه بدلته وتعمل جرائم تاريخيه لو توصل لمرحله تحاميها حرميها ما عادش تعرف وقتها صي تو والله كان جاء مواطن تخلص رك وخرج كان جاء دخيل دخل اما انت تخدم غادي اطار طبي وتهز تبيع شيء هذا شو مازال تعمل معناه شو ما فيش قاعدين تعملوا انا ثقه اكبر حرام اكبر حرام المواطن والفرملي وبين المواطن وهذه صارت حتى في السنوات السابقه وصحافه كتبت عليها برشا ظاهره انه يقولوا لها بنتك ولا ولدك الرضيع توفى وهزوه نوفل وصارت صدف غريبه جدا منهم واحد تعرف على اخوه في البحر هو في عائله اخرى تلاقاو وكيفاش عرفوا الله. في البحر في البحر هو يعوم في البحر مشى مع جدته شبيه شبيه هو في الاول وقت الخرج يظهر لي امه وليد كيفاش عرفوا في البحر امه مشات تسلم على الاولاد الاخر عنده عنبه في ساقو وقت لو وقفوا قدام بعضهم ايوا صارت هذه صار وقت لو وقفوا قدام بعضهم يشبهوا لبعضهم تويما ذي سمعت بها جيبوه حتى في عنزل أقول لك أنا مدران هو اختر راو يعملوا فيه اختر راو بنية تسرق ولولي تسرق نهاريخ بتعرش على الدنيا راو بتعرش على الدنيا تحط الناس في مواقف محرجة يتقابل وصارت اسمع وكل في الدنيا كل شيء يصير
والله كل شيء ما تعرفش شيء ما تعرفش نتفرج في مسلسل لبناني انا ليميت هذه على يلوج على اخوه هذه صارت حتى في المسلسلات ديما في الحلقه الاخرى يلقى في فرنسا في فرنسا كم تتفرج كان في الحلقه الخامسه تبطل عاش تفرج في فرنسا يا نوفل وحكى لي السيد بيدو كانت صدمه كبيره جدا هو تونسي بوه عمل علاقه مع امراه فرنسيه جاب منها طفله في الاحرام تعرف عليها الولد هذاك ولا اصحاب وكان على ابواب باش يتزوجها يا نوفل وقت لمشى لدارهم كيفاش تعرف عليها وقت لمشى لدارهم وقت لمشى لدارهم يا نوفل وراوه تصور نتاع الالبوم يلقى بوه في التصويره متصور مع البنية هذيك والله موانزة معتها ومحليها الوضعية ايه؟ معتها الوليد منرفز والبو حاشم البو حاشم ما تصيرش ديما عادة البو يتنرفز الوليد حاشم مرة هذي الوليد منرفز قال له ولدي سامحني غلطة صغر الله أعلم شنو اللي صار وقتها أما الولد تصدم وكره حاجة اسمها زواج شوية اللي صارت شوية تزوج أخته يا نوفل يدخلوا في المتاهة خائبة هذيك علاش حرام محرم هي خاطر تعمل برشا كوارث وزير النقل يؤدي زائرة غل معنا الى ورشة صيانة عربات المترو وللاسف يلقى فيها عربات مترو جوست تو في الملاحظة على زيارة الورشات هذه قداش من مرة صارت زيارة ورشة هي ابو وزراء هو الرئيس بيد وزارهم وتبدل شيء واضح ما فهمتش انا هي معناها لهالدرجه تنجي انا الوليد يلزم قرارات تصدر هي ما صحيت شنو هو منظمه امميه قالت الرئاسيه التونسيه تمت في ظروف عاديه الفائز بنوبل للفيزياء يحذر يا وليد الذكاء الاصطناعي قد يخرج عن السيطره ماذا يمكن ان يحدث يا وليد بالذكاء الاصطناعي يعني هو انعدام الجنس البشري سيمتران صحيت يعني البشر اليوم ما عادش يستحقوه يعني برنامج هذا يولي كله أيوة. كورنديكولات في الذكاء الاصطناعي والجنس البشري بالفعل ويخلصوا شارج كان المنشط بيان وشنو خلصوهم هما الذكاء الاصطناعي يخلصوا شارج وكي غيب سفيان نقولوا ضيع شارجوه تحت شارج فهمتني ولا الضوء مقصوص في دارهم ما تشارجوش انت تستعمل الذكاء الاصطناعي في حياتك في الكلام ولا في شنو؟ لا لا يعني في ممارساتك اليومية في الخدمة في التعاملات في البحث في كذا لا ما استعملش ما استعملش وصلنا المرحلة مش ممنوع قانونا نرى بالحق تقالي ممنوع وصلنا المرحلة غريبة جدا يا بلال كما السيد اللي تزوج دمية كل صباح هذه شو معنى الناس اللي يهبل اسمه 8 مليار بشر خذها شجره ايه؟ 8 مليار بشر في العالم ايه؟ باش تلقى الانواع الكل صفحه الطرائف نتاع الجرايد يا مطر ايه؟ وفد طائره تركيه اليوم خلال تحليقها باتجاه اسطنبول بعد محاوله فاشله تقديم الاسعافات الاوليه اعضاء القياده طيارين اثنين اخرين الحمد لله فما هما قاموا بهبوط اضطراري انا قلت كلمه بيزارك تو قلت الطيارين اللي ما الحمد لله ثم لا الحمد لله ثم زوز في الطيارة معناها من المسافرين معناها أولي تكلم أولي توكي أخويا مش عبد الرزاق أخرج من هذا الجسد نقصت كلمة الحمد لله ثم زوز معناتها باش نجمو خاطر عادة ينجم يكون ثم مساعدين المرة هذه ثم طيار مش مساعد طيار إعصار ميلتون فلوريدا تواجه أسوأ عاصفة منذ قرن وبيدن يدعو إلى الإخلاء الفوري أكثر من 5 مليون شخص وتشوفوا فوق الكراهب وكل عام تصير كوارث عملاقة معناتها ولكن قالك إعصار عام سنين سيكون قوي جدا يلا لكن في الإعصار في أمريكا بالحق في البارتية ذيك في خارج المكسيك مستنسين به سنويا دونك رغم الضرر اللي يصير أنه يخدم العبيد قال خاطر الشركات الاسيورونس مثلا ترجع الكراهب تتصلح البنيه تجي تبني قالك ولات كاينو تلمو ستيرس وواحد ولات كاين هذيك ميسرا جاي الاعصار جاي الاعصار صح ندور شويه دولاب وهذيك كيفاش تستغل الظروف الكل اللي نحب نسالك وليد اليوم ذكرى وفاه شخص الله يرحمه حسب رايك ذكرى وفاه شكون قرب لي والله به فنان غنيت له فيروز وماجد الرومي ولطيفة فيروز وماجد الرومي ولطيفة والله نعرفه أصيل توزر الفنان بقيت بقلنا مش الفنان عارف.